مرتاح جوليادور قطر وعدنان الطلياني من جانب الإماراتيين. ينطلق الأبيض كورة في الدفاع برافو يصب بعد إصابة طبعا بسام الراوي وغيابه لفترة عن المنتخب العنابي. كورة تمشي طويلة تغطية ممتازة لخوف الفريق العالمي فان مارفايك الذي قاد هولندا. فان مارفايك للفاينل ووصافة المونديال. كيف ستكون المواجهة والنقاش؟ العقد المربع الذهبي في دورة الخليج. كرة خطيرة وفي تسلل في تسلل عذاري من دفاع هنا في استاد خليفة في تقص مستحب. والكرة الآن محببة هذه العرضيات للمعز علي لعبد الكريم حسن. إمكانية أفضل لاعب في آسيا يمشكر مع فيف عرضية خطيرة والرأسية كانت قريبة ولكن لم تهدد الأمل الإماراتي في عبور الديربي وبلوغ السيمي فاينل. رأسية كانت من كريم بوظيف. شفت المتابعة تلعب معاه بشكل جيد اللاعب رقم 5 طارق جبل القائد الأيدوس الريكورد مان الرجل الذي حمل السي الوطني أكثر من أي لاعب آخر 130 مرة. خطيرة روعة وكورة والهدف يضيع. طرف المباراة العنابي بقوة العنابي في حضور في ظهور وبروز. ترجع الكورة لعبد الكريم حسن. عبد الكريم العرضية على مستوى الستة أمتار يحاول يدور المعز علي المعز والعرضية والدفاع. تحلى المباراة تحلوت الأجواء هنا في استاد القمة في مباراة الكبار. يخرج الشمسي علي شوف الكرة شوف الانطلاقة شوف دور أكرم عفيف ليس من فراغ يستاهل أفضل لاعب في آسيا. كرة في دار الدفاع يهرب المعز القناص عنده حاسة شم الأهداف والتمركز الجيد يضرب كرة ولكن الحارس على طريقة حراس الهاندبول كرة اليد كأنه الكبير أوماير الحارس الأسطوري لفرنسا. كذا هي كرة القدم لابد من الشخصية لابد من الكاريزما لابد من الهدوء لابد من الحذر. وهنا خطأ وفرصة وعفيف الجول 1-0 للعنابي 1-0 لأفضل لاعبي آسيا أكرم عفيف. أكرم عفيف يفتح ويسجل هدف خفيف نظيف 1-0 عن طريق أكرم عفيف. أكرم ومعه ترفع رايات العنابي هنا في استاد خليفة الوطني يتقدم الأدعم ليدعم حظوظه في عبور الدوري مجموعات 1-0. أخطاء فردية تصنع الفارق ومهارة فردية تؤكد هذه الفوارق. شوف الخطأ مش ممكن مش ممكن على خطأ من الدفاع. هذه هدية الضغط القطري يجيب نتيجة. عفيف يضرب كرة بين ساقين الحارس الشمسي لا تصد ولا ترد وكرة في مرمى الإمارات 1-0. أظن استحقاق للتقدم للمنتخب العنابي باعتبار كرة القائم باعتبار صد راس من الشمسي والثالثة الثابتة وفرحة الجمهور والأنصار 1-0 الإمارات. الآن المباراة تزداد ولذلك أعتقد أنه يبقى المرشح الأول لحيازة الكأس في أرضه. الكرة طويلة كرة خطيرة حذاري الإماراتي ما هذه الأخطاء فرصة كبيرة وممكن الثاني وفي تسلل عودة بالأوفسايد فمش كلام. كريم بوظيف على يد المدافع الإماراتي يملأ الأوفسايد وصل المعلومة وصلت الفار يتدخل بين لمسة وأخرى. كيف سيكون القرار؟ العنابي يستأنس بقرار فيديو من أجل ممكن مطالبة بلمسة يد. هنا الكرة هنا فلمسة يد لا الصورة واضحة فيها برشا شك برشا شك من زاوية أخرى هنا اللمسة وين يده فضيف في خطأ لأنه ضغط على يد المنهالي. يد المنهالي ماشية لتعطي الكرة فيها أيضا. النوايا والقرار كيف سيحكم في جزء من 100 من العشار الياباني ساتو؟ هل سيصعف المنهالي أم سيحكم لبوظيف؟ ماذا قرر؟ أكرم عفيف يتسيد للكرة. أكرم عفيف يتصدى للكرة. كرة راس مع الحارس الشامسي محمد. هل يتألق الشامسي أو يعاودها له أكرم عفيف؟ السلفي للذكرى والصورة للذكرى والصور تلتقط مباراة للقمة والسهرة من الذكريات. عفيف والحارس الشامسي والمهاجم القطري والإماراتي من أجل أمل المواصلة لو صد الشامسي ومن أجل إنهاء المباراة والديربي لو جسمها ولد عفيف. أكرم الشامسي الكرة في الدقيقة 28 ضربة جزاء على المنهالي
الى استعمال والاعتماد ومراجعة تقنية الفيديو. الكرة تمشي الان عن طريق عفيف شمسي عفيف وجول. الهدف الثاني للعنابي، الهدف الثاني للمنتخب القطري في اقل من نصف ساعة. القطري يواصل الهيجان هنا في دورة الخليج. 2-0، الوضعية تتعسر وتصبح أصعب على الأبيض الإماراتي. المطالب أذكركم بثلاث أهداف، هذا الهدف الثالث لعفيف في البطولة ليتساوى ويكون نجمها مع عبد الكريم حسن وعلي مبخوت. أكرم عفيف 2-0 لأكرم عفيف. أقل من نصف ساعة، البداية ضاغطة، البداية قوية، كورة على القائم، تألق الشامسي في كورة، سجل عفيف الأول، جاب عفيف الثاني من بنالتي في لمسة يد على المنهالي، باستعمال وعودة الحكم ساتو إلى تقنية الفيديو. 2-0 ساحات، هذه هي الإشكالية التكتيكية الآن لفان مارفيك. تمشي كورة منتخب الإمارات، إمكانية التقدم، كورة ممتازة، يعرف مبخوت. جزاء الإماراتي، هذه لا تحتاج إلى فيديو. الساتو يقر الفاول على سعد الشيب، تشتعل القمة يا سادة. أي مباراة فان مارفيك قد يعود له الأمل. ومبخوت يتصدر الحدث ويتصدر لكورة، وقد يصدر أمل بعد يأس للأبيض الإماراتي. كورة في خطأ، كورة من مبارك والأروع، ينطلق الهجوم. أو هو الأحبابي، هو بندر الأحبابي، بندر حصل البنالتي، بنالتي للمنتخب الإماراتي. 31 دقيقة، الإيجابي في المباراة، الإيجابي للأبيض أنه يحصل ضربة جزاء بسرعة بعد الهدف الثاني للفريق القطري. ممكن عودة المباراة في انتظار ذلك. ساتو ينتظر، هي مباراة الفيديو، هي مباراة الديربي، هي مباراة الجمهور، هي مباراة للسيمي فاينل، وهي مباراة للتاريخ، وهي مباراة للفيديو. والآن الكرة ساتو يؤكدها، لم يتلقى أي اعتراض من الزملاء في كابينة الفيديو. الآن الكرة يا مبخوت من أجل 2-1، من أجل أن يعدل الأوتار. الكل ينتظر، الكل يتأمل. هو صراع جديد، حسمه عفيف على الشامسي، فليحسمه مبخوت على سعد الشيب. سنرى مبخوت من أحسن الملاعبية للشوت وبينالتيات. في المقابل سعد الشيب من أقوى الحراس اللي شفتهم في الخليج اللي يوقفوا بينالتيات. بين هذا وهذا هي 50-50. يتقدم مبخوت، يركز مبخوت والشيب، مبخوت علي ودلع يا علي. 2-1 الأبيض يظل الفارق. أي مباراة، أي نصف ساعة هنا في دوري الخليج في قمة الكبار. قطر تتقدم 2-1 ومبخوت يفتح البوابة من جديد. هي بوابة للأمل، هي بوابة للرجاء، هي بوابة للأماني، هي بوابة للكامباك، هي باب للريمونتادا. 2-1 يتابعها ويرافقها الشيب، ولكن قوة مبخوت وضربة مبخوت تغازل الشباك. كاد يصل علي مبخوت لهدفه الدولي رقم 60 في يوم 22 ضد المنتخبات الخليجية. هذا هو الهدف الثالث للقائد الكابتن حسن الهيدوس، الزعيم السد، معني بكأس أندية العالم، ثالث المونديال في 2011. كانت أحسن نتيجة لعرب آسيا قبل أن يصل العين ويضرب الريكورد ويصل الفاينل ولقب الوصيف وراء الميرينج ريال مدريد. إذن يغادر الهيدوس، وضعية من بوذي، فنيات، مهارة، حسن تمركز وانتشار، كورة وثبات، والثانية بخطأ والدفاع يصلح. ومبخوت يمشي، ومبخوت مش ممكن يا مبخوت. هذه بتاع 3-3 بالرأسية، وهذه المحاولة، المباراة كادت تعود إلى 3-3. علي مبخوت، كورة بعيدة على مرمى وخشبات الحارس سعد الشيب. الفريق القطري بعد أن دخل بقوة الشوط الثاني وسجل الثالث واطمأن، صار يجاري النسق، يسير مباراة، يحتفظ بالفورمة ويحتفظ باللياقة إلى مباراة الخميس في دوري. قرار السليم من ساتو، المدافع القطري يلعب بالكرة
والكرة تمشي إلى ركنية، الكرة الثابتة من أجل الثنائية الإماراتية، مراوغة وتوزيعة وراسية والدفاع والحارس والهدف الثاني، الهدف الثاني الإماراتي، الهدف الثاني الإماراتي، من سدد ليقتنص الهدف الثاني وكاتب التاريخ. ألا ما أقول لك أنك غير الصفحات وغير كتابة الورقات أو غير ما هو مكتوب في الورقات، هذا ثاني أهدافك يا مبخوت، سجل الأصعب وضيع الأسهل، والكرة أجوال، ومبخوت يسجل الهدف الخامس في القمة، كما قلت لكم هي قمة بخمسة رؤوس أو ست.